السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله عندنا درس جديد من دروس النحو اسمه الخبر الجملة الفعلية والخبر شبه الجملة. بصولي بقى حبايبي اللي بيحبوني بقى يركزوا معايا قوي 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 في درس النهاردة، تمام؟ درس النهاردة طويل شوية بس سهل جدا، لو اخدناه فتفوته فتفوته واحده واحده هيبقى بسيط وهيبقى جميل جدا وهنحل كل تدريباته بمنتهى السهوله. خلاص امشوا معايا واحده واحده. اول حاجه حبايبي بنقولها النهارده وبنتكلم عنها الجمله الاسميه. فاكرين يا حبايبي الجمله الاسميه كانت بتتكون من ايه؟ ايوه انا سامعاك وبرافو عليكم، بتتكون من مبتدا وخبر، صح؟ احنا بنقول ركني الجملة الاسمية، ركن الجملة الاسمية الركنين بتوعها المبتدأ والخبر، العمودين الاساسيين في الجملة الاسمية اللي ما ينفعش اقول عليها جملة اسمية من غيرهم مبتدأ وخبر. يعني ما ينفعش المبتدأ لوحده اقول عليه جملة اسمية ولا الخبر لوحده اقول عليه جملة اسمية، لازم الاتنين مع بعض. جملة اسمية يعني مبتدأ وخبر، خلاص؟ طيب زي ايه؟ وفاكرين لما قلنا ان المبتدا دايما مرفوع والخبر دايما مرفوع؟ تمام. زي ايه بقى؟ الشمس مشرقة، تمام. وايه كمان؟ القمر مضيء، برافو عليكم. يبقى انا عندي الجملة الاسمية بتتكون من مبتدا وخبر، خلاص؟ مبتدا مرفوع وخبر مرفوع. طيب بعد كده قلنا ايه؟ قلنا ان الخبر ده ممكن يجي جملة مش مفرد. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ تعال نبص كده على الاول الخبر المفرد، هنلاقي بيقول لي هنا ايه؟ الاختبار سهل، الاختبار مبتدا وسهل خبر، سهلة، الاختبار سهل، اهي سهل دي ايه؟ مفرد. تعالوا المثال اللي بعده، الاختباران سهلان. ايوه ايه مثال ده مش مفرد؟ لا وقف وقف، مفرد برضو، كلمة واحدة، ركز، هي كلمة واحدة يبقى مفرد برضو، ولكن الكلمة نوعها مثنى لكن هو مفرد، هي كلمة واحدة، اتفقنا؟ فكل ما كنا بنقول انه مفرد هو ما يدل على حد واحد بس، او ها بنقول ايه؟ مثنى وجمع، ده نوع الكلمة، نوع الكلمة، لكن الجملة أكتر من كلمة، ركزوا. لا بالراحة تاني، الجملة يا ولاد الإسمية بتكون من مبتدأ وخبر، مش مبتدأ بس ولا خبر بس. الجملة الفعلية فعل وفاعل، مش فعل من غير فاعل ولا فاعل من غير فعل، خلاص؟ طيب والخبر شبه الجملة عبارة عن إيه؟ حرف جر واسم مجرور، حرف جر واسم مجرور، وايه كمان شبه الجمله؟ الظرف، الظرف سواء ظرف زمان او ظرف مكان، لكن هنا بيقول لي ايه؟ الاختبارات سهلان، فبلاقي الكلمه نوعها مثنى تدل على انهم سهلين، يعني الاختبارين الاثنين سهلين، لكن هي كلمه واحده. الاختبارات سهله اهي، ده جمع يا مس يا حبيبي، ايوه هي الكلمه نوعها جمع، لكن هي كلمه برضو في الاخر، خلاص؟ تعالى بقى نقول الخبر الجملة. أول حاجة ممكن يكون خبر جملة اسمية. يعني إيه خبر جملة اسمية؟ نركز. يعني عندي مبتدأ، خلاص؟ وعندي بعد المبتدأ ده مبتدأ تاني وخبر. أيوة. تعال نشوف إزاي. لما يقول دلوقتي الشجرة أغصانها عالية مثلا، تعال نشوف كده، الشجرة مبتدأ مرفوع بالضمة، طلعنا مبتدأ اهو يا ولاد، طلعنا مبتدأ، تمام؟ مالها؟ ينفع اقول الشجرة اغصانها واسكت؟ ما فهمتش حاجة. طب ينفع اقول الشجرة عالية؟ هو عالية هي الشجرة اللي عالية؟ مش الشجرة اللي عالية دي، الاغصان هي اللي عالية، يبقى نحلها ازاي دي؟ ركزوا معايا، أغصان يا ولاد بقول عليها مبتدأ تاني، مبتدأ تاني،
ولازم يكون فيها هاء الضمير اللي بتعود على هاء الضمير تعود على المبتدأ الأول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الهاء دي بتعود على الشجرة، أغصان الشجرة، أغصان الشجرة. طيب عالية، مين اللي عالية؟ الأغصان هي اللي عالية، يبقى عالية دي خبر، خبر مين؟ المبتدأ. لا استنى، ما انا عندي اتنين مبتدأ، هي خبر انهي مبتدأ؟ أغصان عالية، يبقى خبر المبتدأ التاني. طب بالراحة بقى يا مستر مين، انت كده طلعتيلي المبتدأ وبعد كده قلتيلي ان ده مبتدأ تاني وده خبر المبتدأ التاني، وفي أول الكلام قلتيلي كل مبتدأ لازم يكون له خبر. طب فين خبر المبتدأ ده؟ ها؟ ما هي أغصان عالية دي على بعضها مبتدأ وخبر جملة اهي، دي كده على بعضها جملة مفيدة اهي. أغصانها عالية والهاء تعود على الشجرة، خلاص جملة مفيدة مبتدأ وخبر. طب ما هي الشجرة دي مبتدأ، فين خبرها؟ أقول لك قولي كده، أنت فهمت من الجملة إن الشجرة مالها؟ أغصانها عالية، برافو. يبقى أغصانها عالية على بعضها اللي بتتكون من المبتدأ التاني وخبره خبر المبتدأ الأول. مش صعبة، سهلة جدا. نقول تاني، الشجرة مالها؟ أغصانها عالية، يبقى أغصانها عالية دي كلها، ها كلها على بعضها خبر المبتدأ الأولاني. طب هي الجملة دي اللي هي على بعضها خبر المبتدأ ده بتتكون من ايه؟ من مبتدأ تاني وضمير يعود على الشجرة وخبر. يبقى ممكن نقول كده، الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ ثاني وخبره ها في محل رفع خبر المبتدأ الأول. خلاص كده؟ يبقى انا كده اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت عن خبر الجملة الاسمية عبارة عن ايه؟ قول ورايا كده، مبتدأ أول، مبتدأ تاني، هاء الضمير تعود على المبتدأ الأول، خبر المبتدأ التاني، والجملة على بعضها خبر المبتدأ الأولاني. على طول مبتدأ، مبتدأ تاني، في ضمير، خبر المبتدأ التاني، والجملة دي اللي عبارة عن مبتدأ تاني وضميره وخبره هي خبر المبتدأ الأولاني. بالراحة ونركز، الخبر الجملة الاسمية، الجملة عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن مبتدأ أول، بيجي بعد المبتدأ الأول ده مبتدأ تاني، بس لازم يكون في المبتدأ التاني ده ضمير يعود على الأولاني وخبر المبتدأ التاني. من عندي مبتدأ تاني وضمير يعود على الأول والخبر، الجملة دي بقى، الجملة دي كلها خبر المبتدأ الأولاني. خلاص؟ يبقى ده الجملة الاسمية. هنا بقول ايه؟ الاختبار مبتدأ، أسئلته سهلة، أسئلته سهلة، الاختبار الأسئلة بتاعته سهلة، يبقى الاختبار ماله؟ أسئلته سهلة، يبقى الاختبار مبتدأ، ماشي. أسئلة ها؟ برافو، مبتدأ تاني، والهاء ضمير يعود على الاختبار وسهلة، خبر المبتدأ التاني، والجملة الإسمية المكونة من مبتدأ تاني وخبره، خبر المبتدأ الأول. نكمل بقى ونقول الخبر الجملة الفعلية. هنا بيقول ايه؟ الاختبار مبتدأ يؤدي فعل مضارع والهاء ضمير يعود على ها الاختبار، الاختبار بيؤديها التلاميذ. طيب مين اللي بيؤدي الاختبار؟ التلاميذ. يبقى هنا يؤدي دفع والتلاميذ هنا فاعل، يبقى انا عندي هنا جملة فعلية، يبقى انا يؤدي فعل والتلاميذ فاعل، يبقى انا معايا جملة فعلية. الجملة الفعلية كلها على بعضها خبر المبتدأ، الجملة الفعلية على بعضها خبر المبتدأ. يبقى انا بقول ايه؟ الاختبار ماله؟ يؤديه التلاميذ. يبقى الجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. سهلة كده ولا صعبة؟ تاني، الاختبار مبتدأ
يؤدي فعل، التلاميذ فاعل، وقلنا طبعا الهاء ضمير يعود على الاختبار. طيب الجمله دي فعل وفاعل، فين خبر الاختبار؟ الاختبار ماله؟ لازم اي مبتدا لازم الاقي له خبر. ماله الاختبار؟ يؤديه التلاميذ. يبقى الجمله الفعليه المكونه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. خلاص كده؟ تمام. يبقى انا هنا قلت ان انا عندي خبر مفرد وعندي خبر جملة اسمية، يعني الخبر بيتكون من مبتدأ وخبر، او جملة فعلية يعني الخبر بيتكون من فعل وفاعل. خلاص؟ ناخد بقى شبه الجملة. عبارة عن ايه؟ ظرف فوق تحت امام خلف بين وسط، اي كلمة تدل على ظرف ايه؟ مكان، او غدا، ها، ساعة، وقتا، مساء، صباحا، ليلا، نهارا، اي كلمة تدل على زمن. ايا كان الظرف، ظرف زمان او ظرف مكان، جه بعد المبتدا بقول عليه خبر شبه جملة. زي ما بقول ايه؟ الاختبار مبتدا، غدا، الله ده ظرف، يبقى الخبر هنا شبه ايه؟ جملة في محل رفع خبر المبتدا. الاختبار فوق المكتب، فوق المكتب، يبقى الاختبار هنا مبتدا والخبر هنا في ظرف، يبقى الخبر هنا نوعه ايه؟ شبه جملة. يبقى لما يبقى الخبر ظرف زمان او ظرف مكان بيبقى الخبر ايه؟ شبه جملة. بس في حاجة هنا نقطة مهمة قوي، اي ظرف الكلمة اللي بتيجي بعده بتكون مضاف اليه، يبقى لما بيقول لي استخرج من القطعة مضاف اليه ادور على ظرف. لو في ظرف زمان او ظرف مكان، ظرف في القطعة على طول الكلمة اللي بعده تكون مضاف اليه. طب لو انا الخبر عندي بقى جار ومجرور، حرف جار واسم مجرور، برضه بيبقى خبر شبه جملة. والاختبار ماله؟ في الكتاب، في الكتاب، حرف جر اسم مجرور، يبقى هنا الخبر شبه جملة. يبقى انا خدت النهاردة انواع الخبر، يا اما بيكون مفرد كلمة واحدة بس، يا اما بيكون جملة اكتر من كلمة، مبتدأ وخبر، يبقى جملة اسمية او فعل وفاعل، يبقى خبر جملة فعلية، او لو لقيت بعد المبتدأ ظرف يبقى ده خبر شبه جملة، او لو لقيت بعد المبتدأ جار ومجرور يبقى ده خبر شبه ايه؟ جملة. بكده انا بقى خلصت درس النهاردة، يا رب تكونوا استوعبتوه كويس قوي. لو في اي حاجة قولي لي في التعليقات. كانت معكم دارلين النجار من قناة بديل الدرس.